سيداتي سادتي متصفح الانترنت رواد موقع الجسور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم 16/12/2016. دائما نقرأ الجريدة تقصده ويقصده ممن يعتبرون أنفسهم مظلومين أو وقع عليهم حيف وظلم. هذه المرة زارتنا سيدة اللي معانا هنا عندها مشكل عويص. الحقيقة المشكل ديال البنت ديالها، ولكن هي اللي راه تقوم مقام البنت ديالها. البنت ديالها كانت تخدم عند واحد السيد مقاول بمدينة وجدة، بين قوسين يدعي أنه مقاول ولو أن الأوراق اللي عنده فيها مقاول. هذا السيد كانت تخدم عنده واحد المدة معينة كسكرتيرة، لظرف أو لآخر اضطر يقترض منها مبلغ 5 مليون وميتين وعشرة ألف فرنك. وداروا وثيقة عدلية كيشهد فيها أنه مدين لها من هذا المبلغ. بعد واحد المدة هاد السيدة هذا طالبته من هذا المبلغ ديالها، وإذا بها تلقى طردها من العمل، والأكثر من ذلك تنكر لها في المبلغ. إلى حد الآن الأمور تبدو عادية. هاد السيدة لجأت للقضاء، وبالفعل القضاء انصفها وحكم لصالحها وحدد الإكراه البدني. المعاناة ديال هاد السيدة اللي هي دابا ما راهاش هنا، خلات الوكالة لأمها، أنها استنفذت جميع مساطر التبليغ والتنفيذ، ومع ذلك هذا الإنسان يصول ويجول، يرفض الأداء. بالأكثر من ذلك لجأ على حساب اللي كتقول السيدة والعهدة عليها أنه قام بتزوير تنازل في اسم صاحبة الدين على اساس انها تنازلت له على الدين، والحقيقه ان هذاك التنازل مزور وادلى به على حسب ما كتقول السيده النيابه العامه، ولما اكتشفوا انه مزور سحبوا هذاك التنازل من الدوسي. وهو في هذه الحاله يفترض اننا يتابع بتهمه جديده، ولكن سحبوه بسبب او لاخر. الاكثر من ذلك انها على حسب ما كتقول للسيده انه لاجل حمايته ولا لاجل عدم سداد هذا الدين قام باستخراج بطاقة الرميد والاحتياج وضمها في الملف على أساس أنه ما عندوش. هذه الأمور كتبدو غريبة. سيدة تفضلي اعطيني الاسم الكريم. أنا الاسم الكريم ديالي حريشة النبية، وهذا السيد سميته بختاوي محمد، وسلف على بنتي مبلغ القدر ديالو 5,210,000. هذا المبلغ اللي سلفوا على بنيته ديالك بموجب عقد عدلي، هو هنا واعتراف بيدين، خمسة آلاف. وبين وصلت المدة نتاع الدين ما بقاش يرد لنا الفلوس، مشينا تقدمنا به شكاية للعدالة، وفتنا عند رئيس المحكمة وحكمنا للصالح ديالنا، والملف طلع للنيابة العامة، النيابة العامة صيفطاتو للكوميسارية، ودخل واحد السيد نسيبو اسموه، لا ما تقولي السمية عفاك، ما نقولش السمية، نسيبو محامي دخل في هاد الشيء هذا، وحط واحد التنازل مزور في وسط الدوسي. وبين شفتوا النيابة العامة مشيت عندهم وشفتوا النيابة العامة جلعوه ما خلاوش، هما والنائب نتاع وكيل الملك شافوا هذاك التنازل جلعوه وردوا الدوسي صيفطوه للبوليس، والدوسي بين مشى للبوليس ثاني هذه المره. انا صبرت مده شهر واللي تعود للنيابه العامه قالوا لي يا ودي هذا السيد راه دار الرميط ودار واحد الشهاده نتاع القياده نتاع الاحتياج باللي ما عندوش باش يخلص، وهذا السيد مقاول وعنده الديور لا عدد، كاتبهم على خواتاتو وعلى امه، قال لك باش سيدي ما يخلصش الضرائب بزاف، وعنده زوج ديال الواطا، عنده لا كريمه، وعنده نوطو نتاع النزهه فاش يحوس، وعنده الفلوس لا عدد وحطهم على امه. ودرك بين قلت له رد لي الكريدي نتاع بنتي، وبنتي هجاله وعندها ولد بين يديها يتيم، وتا هي هاد الفلوس لمتهم غير بالخدمه نتاع عرض كتافها، ولمتهم باليصانه نتاع ولدها، جمعتهم وبغات دير تا هي روحها شي مستقبل، دير دويره فين تسكن فين تحشي راسها هي وولدها. الزمان ما يرحمش، واليوم بنادم في هاد الزمان ما يرحمش. احنا يا هاد السيد درنا فيه الخير، جانا ضاحك لاعب
ودرنا فيه الخير وعلى حسن النية ديالنا وعطيناها رزقنا بيدينا ودرنا معها اعتراف زعما على يد الحكومة، واليوم ثاني رجعنا للحكومة رانا نطلب من الله وبسيدنا يشوفوا في هذه القضية هذه ديال هذه البنت هذه وما يخليوش هذه الحوايج تزيد هكذا تتطور. إلا زادت هكذا تطور البلاد ديالنا تزيد تخسر وتفسد. نطلب من الله ومن الملك ديالنا والحماية ديالنا يحمينا والعدالة ديالنا ترد النظر في هذا الملف هذا ويردوا البنت ديالي فلوسها ويردوا لها رزقها حتى هي راها غير هجالة وتخدم على يتيم. نطلب من الله ومن العدالة ديالنا زعما ترد النظر لهذا الملف هذا. سيدتي سادتي، كما استمعنا جميعا إلى تصريح سيدة النبية، المشكلة هو بسيط، يبدو بسيطا لكنه وصل إلى مراحل التعقيد. التعقيد فين بان؟ بان في البيروقراطية. التعقيد بان أن الأحكام، هو الحكم اللي عندي هنا، الحكم يكتسي قوة الشيء المقضي به، الحكم صريح صراحة، محدد الإكراه البدني ومحدد المبلغ ومحدد المسائل. يفترض أننا نبلغوا لهذا الإنسان وملي نبلغوا له ندخلوا لمرحلة التنفيذ وأننا نستدعيوه ونقول له إما تخلص عافاك هذا المبلغ وإما سوف تطبق عليك مصدر الإكراه. أما القول أننا ندخلوا الرامض لشهادة الاحتياج في الأمور اللي متعلقة بالمواطن مع المواطن ما فيها لا احتياج إلى رامض. لو ان الامر كان يتعلق بفلوس ديال الدوله ولا تسالهم خزين الدوله ولا ممكن يدير هذاك الاجراء مع الدوله، بصح مع المواطن لا. المواطن ما يهموش تكون فقير ولا ماشي فقير، الا كنت فقير ولا ماشي فقير كاين الاكراه البدني. عندك انت وثيقه، عندنا حنا وثيقه، هذه الوثيقه كتحدد المبلغ 5,210,000 فرنك اللي كتسالها هذه السيده. المحكمه نصفتنا، النيابه العامه دارت الاجراءات ديالها، عند البوليس ولا كي على حسب اللي قالت للسيده، مشات تما وقالوا لها وديرها داير الرميض ودار شهاده الاحتياج وبالتالي لا يمكننا متابعته لانه فقير. هذه المساله الطرح غير وارد صراحه، غير وارد، وانا اتعجب انني نسمع صراحه. لحقاش راه يتعامل هنا مع مواطن، ما كيتعاملش مع الدوله، ماشي خزين الدوله اللي كتسلو، راه مواطن. هذه حتى هذه المواطنه اللي سلو الفلوس حتى هي ما عندهاش حتى هي فقيره. إذن واش هل كل مواطن يسلف على المواطن الفلوس وياكلوا في رزقه وبالتالي يمشيو يجيبوا شهادة الرميض للاحتياج ونصدقوا نضحكوا على الناس؟ لا، هذه الأمور أقوال العقلاء لا تصان على العبد. يفترض في هذه الحالة هذا السيد كيما خدا الفلوس يرد لهذه السيدة الفلوس طواعية ما نزلهمش. ألور كاين القوة القضائية والأمنية وكاين الإجراءات. حنا هذه السيدة هذه كتلتمس دابا السادة الأمنيين والسادة المسؤولين القضائيين بالجهة الشرقية اللي عارفين هذا الملف وعارفين هذه النزيلة أنهم يمشيوا في اتجاه تطبيق القانون، لا شيء غير تطبيق القانون. إما هذا السيد يحملوه المسؤولية ديالو ويخلص هذا المبلغ في أقرب وقت، إما يطبقوا عليه مسطرة الإكراه مع ما تستوجبه من متابعة. دابا شنو دابا سيدتي الفضيلة اللي قلتي سيدنا نصره الله يحب جميع المغاربة ويضحي بجميع المغاربة ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة وصلت للسمع ديالو ولا رآها ولا سمعها إلا ويعطي بشأنها تعليمات وتوجيهات. سيدنا ما يمكنلوش غادي أي حاجة حاجة، ولو أن هذا الأمر حنا نتمناه إن شاء الله، ولكن هذه القضية هذه أنا شخصيا أرى أن المسؤولين المحليين على الجهاز القضائي، السيد وكيل الملك خاصة مؤسسة النيابة العامة الجديدة وسيد وكيل الملك كما قلت سلفا مؤسسته كما مؤسسة الوكيل العام لا يظلم عندها أحد، هما المسؤولين المباشرين على هذه القضية وهما اللي خصهم يحركوا مسطرة المتابعة حق هذا الإنسان في أقرب وقت. باش تمشي أنت للبوليس وتطالبي بحقك يقول لك شنو قالوا لك؟ قلتي لي قالوا لي سيري تبعيه فين ما كان، شديه وجيبيه هنا ولا عيطي لكان شي حداك مخازني ولا شي بوليسي. واش انا امراه داخله في الستينات نقد نجري مور واحد الرجل عنده جوج ديال الوطير في هذه وعاود في هذه؟ ما غاديش، ما يمكنش. هذه هي السخافه، ما يمكنش. ولا بغاوك انت تشديه، ما عطاوك شي امر بالقاء القبض عليه، يعطيوك يفترض ورقه باش ما عاطيني والو، مسدرني بفم. انا بين نمشي عند البوليس ما عطينيش شي وقت، ما يعطيونيش الوقت، يضحكوا عليا بحال اللي نبان لهم في النظر ديالهم بحال اللي انا ماشي مواطنه ماشي مغربيه، ما نساش الحق في بلادي. علاش يديروا لنا هكذا؟ حنا مواطنين وخصنا نتعاملوا مع خوتنا نيشان، نتعاملوا بعدل ونطلب بسيدي ربي. ووكيل الملك ينتظر في هذا الملف ديال بنتي
احنا رحلتنا انا هجاله وهي هجاله. انا عندي الراجل صار في هذه 18 سنه. لا اله الا الله. واه انا ربيت ربع اولاد وكبرتهم وهذه البنت هي بين يديها ولد يتيم. خصني يتحرك وكيل الملك ويتحرك جميع الانسانيه. خصنا يحسوا بينا ويشوفوا بحالتنا يوقفوا معايا، ماشي يوقفوا مع واحد غني ولاباس عليه وعنده الواطه وعنده الديور وراجل مقاول وهالو راقي ديالو باللي بنتي كانت تخدم معاه نتاع المقاوله عندي كلشي خدمت معاه مده 3 سنين. تمام الوراق اللي حنا راك شفتو راهم عندي الوراق ونوريهم حتى في المحكمه يبغاو يشوفهم ونوريهم لكم. علاش؟ واش نقول لكم انا احس بيا الله ونعم الوكيل. احس بيا الله ونعم الوكيل. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. سيدتي سادتي كما تلاحظون هذه جمعه ورحنا اليوم يوم الجمعه واتمنى ان تكون جمعه خير وجمعة بركة على الجميع وعلى هذه السيدة بالخصوص. صراحة النداء ديالها إنساني محض. هالإنسان ما كتطلب شي حاجة، كتطلب غير حقها 52 ألف درهم و100 درهم، راه ماشي سهلة. 5 مليون و200 ألف فرنك و10 ألف فرنك راه ماشي سهلة. هذه السيدة راه كتطلب غير حقها. هذه مرا موسينا، هيا دابا عوض ما تكون جالسة في دارها وتقوم بأمور المنزل، ولا هي مسكينة تجري ما بين المحكمة والكوميسارية وتجري هنا وتبكي هنا وتدري في الدموع باش تشد واحد الحق اللي هو رزقها من عند من؟ من عند إنسان اللي عنده أصلا. لهذا سيدتي سادتي أنا كنتمنى صراحة من المسؤولين، سيما كما قلت مسؤولين نيابة العامة سواء السيد المحترم وكيل المالي أو السادة النواب المحترمين ديالو، أنهم يفعلوا المتابعة ويفعلوا هذا الدوسي في أقرب وقت ويحاولوا ينصفوا هذه السيدة ويستدعوا هذا السيد، كذلك رجال الأمن يستدعوا هذا السيد ويحملوه مسؤوليته. لحقاش لا نحتقر بعضنا بعض، رحنا كاع مغاربة ونبغيو غير الخير لبعضنا بعض، سيما أن هذه المسألة محسومة. كاينه وثيقه عدليه تثبت الدين، كاينه امر تاع المحكمه يلزم بالاداء والتسديد، علاش غادي نكون تماطلو ونضحكوا على هذه السيده ولا نضحكوا على بعضنا بعض ونخليو اعداء الوطن واعداء الوطن بالداخل والخارج يضحكوا علينا يقولوا لنا انتم عندكم الظلم وهذا. لهذا سيدتي سادتي الساده المسؤولين القضائيين الامنيين كل من لديه سيف التدخل ارجوكم ونرجوكم وترجوكم هذه السيده الفضيله انكم توضعوا حد لهذا المشكل وهذا المعاناه ديالها. اخر كلمه تقوليها سيدتي؟ اخر كلمه نقولها نقول واش نقول؟ نتمنى ينصر الحق. لا اله الا الله. نتمنى ينصر الحق والحقيقه العداله تبين الحقيقه ديالنا. الحقيقه راه باينه هنا. باينه الحقيقه ديالي انا، باينه راني مظلومه. راه باينه راني مظلومه، بنتي مظلومه ماشي انا، وانا غير موكله ديالها. حنا دابا اللي خصنا غير تنفيذ الحكم. خصني التنفيذ ديال الحكم يتنفذ بعداله ويتنفذ بحق ويردوا لبنتي الحق ديالها. حتى هي راه عندها ولد يتيم بين يديها، وما هذا السيد راه لاباس عليه. قلت لك عنده الديار لا يحد لهم، عنده سبعه تاع الحوايج هذو اللي نعرفهم حنايا وحطهم على خواتاتو. وبنتي راه تبالو على الاسرار ديالو كامله، على خاطر خدامه معاه وكتخدم له في الكوخت ديالو وكتخدم له في الدوسي ديالو، وهو عنده سيد راجل اختو يخدم في المحكمه، هو اللي راه يوري هاد المشاكل هادو. وما حنا عندنا غير سيدي ربي والملك ديالنا الله ينصره، وكيل الملك راني محتاجه ليه. لا اله الا الله. اذا الرساله وصلت بكل مضامينها سواء للعموم سواء للسيد وكيل الملك سواء للمسؤولين القضائيين. سيداتي سادتي كنا مع السيدة نبية اللي كتنوب على ابنتها في إجراءات قبض مبلغ مالي كانت قد منحته على وجه الدين والسلف إلى هذا الإنسان هذا، واللي بعد ما حكمت المحكمة الصالح ديالها كيتملص من الأداء. نرجو أن تصل الرسالة إلى المسؤولين ونرجو أن يتبعها فعل حقيقي وتنفيذي وتطبيقي اللي كيجيب لهذه السيدة الحق ديالها وتوقف ونعفيوها منها طلع وهبط سواء للمحكمه ولا الكوميساريه. سيداتي سادتي كنا جميعا مع مداخله هذه السيده اللي كتثبت فيها التظلم ديالها، وسعدتم صباحا جمعه مباركه.